والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزر. إليك مصطفى. شكرا هبة حسين وشكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة. أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لثلاث مجمعات صناعية جديدة تشتمل على 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات في 3 محافظات بالصعيد هي قنا وأسيوط وأسوان. وتستهدف المجمعات الصناعية الجديدة الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية. وتم تخفيض أسعار الوحدات الصناعية للمجمعات المطروحة بنسبة 40% عن تكلفتها الفعلية. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية مصنع جاهز للترخيص لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة. أطلقت مصر فعاليات يوم الحقل السنوي لمحصولي الذرة الشامية والأرز بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ. وتفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ومحافظ كفر الشيخ جمال نور الدين حقول المشاهدة للهجن والأصناف الجديدة المقاومة للأمراض والتي تتحمل التغيرات المناخية المختلفة. كما تم تفقد محطة غربلة تقوي المحاصيل الزراعية بذات المحطة. وخلال فعاليات الحفل أكد وزير الزراعة السيد القصير أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية لدعم المزارعين وزيادة دخولهم. أضاف القصير أن هناك إقبالا كبيرا من مختلف دول العالم على الصادرات الزراعية المصرية. زملائنا الباحثين أن بيستنبطوا أصناف أولا مبكرة النضج، يعني مبكرة النضج لما توفر 20 يوم معناها انها وفرت ريا او 2، وبالتالي ان انت محصول وفرت فيه ميه، دي نمره 1. نمره 2 لما يبقى عالي الانتاجيه يزود اردبين في الذره او القمح يبقى معناها ان انت زودت الانتاجيه كانك زودت مساحه ارض. الحاجه الثالثه ان انت تنتج محصول مقاوم للامراض وهو ده اللي بيشتغلوا عليه، عشان كده بتلاقيهم ده صنف قديم ونعيد تحسينه. بنستنبط اصناف وبنشتغل على الاصناف والهجن اللي هي تبقى مقاومه للاجهادات البيئية وتبقى برضو مقاومة للأمراض، وبالتالي تبقى نقدر نتعامل مع ظروف التغيرات المناخية اللي احنا داخلين عليها. شهدت محافظة المنيا زراعة عدد من الأشجار بحي جنوب المدينة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ. وقال محافظ المنيا أسامة القاضي، قال إن الدولة تتعامل على ترسيخ قيمة الحفاظ على البيئة وتطوير القطاع الزراعي. وفي هذا الإطار أكد المحافظ على ضرورة توعية المواطنين من أجل التكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة. في أسواق المعادن النفيسة هبطت أسعار الذهب عالميا إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع لتصل إلى 1753 دولارا للأوقية محليا. سجل الذهب عيار 18 ما قيمته 923 جنيه، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1077 جنيه، وعيار 24 والذي وصلت قيمته إلى 1231 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب والذي وصلت قيمته إلى 8616 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية وذلك بفعل صعود الدولار. وقد ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بما نسبته 0.3% لتصل إلى 96 دولار و72 سنتا للبرميل. كما صعدت كذلك العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% لتصل إلى 90 دولار و77 سنتا للبرميل الواحد. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 1.31% لتصل إلى 3.65 دولار للتر الواحد. هذا وقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% لتسجل 9.34 دولار لكل مليون وحدة حرارية. أظهرت بيانات رسمية زيادة واردات الصين من النفط الخام
من السعودية في الشهر الماضي بالمقارنة مع شهر يونيو إلى 7.5 مليون طن. وأظهرت البيانات احتفاظ روسيا بمكانتها كأكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث بواردات بلغت 7.15 مليون طن، بزيادة وصل إلى 7.6% عن العام الماضي. انتهت هذه الجولة الاقتصادية مشاهدينا الكرام.